كل الأشخاص يلي عم يسمعونا على هوا نينار اف ام على 89.6 101.1، ولكل يلي عم يشوفونا عبر تطبيق نينار أو حتى عبر تطبيق آيشو، حلقة جديدة من برنامج ضيف شرف بلشت لحتى نقضي معكم ساعة من الوقت. يا ترى مين ضيف الشرف لليوم؟ رح نعرف بعد شوي. مساء الخير شارل. مساء الخير أكيد مشلين. مثل ما ذكرتي أنه نحن بكل حلقة متعودين ندخل بأحد الأبواب، وهو باب لعالم ومجال قائم بحد ذاته. اليوم نفتح باب الإذاعة، عمل الإذاعي، العمل الساحر يلي بيقدر ياخد أي شخص ويقدر يخطفه من مكانه، وهي واحدة بتملك مفتاح هذا الباب. اليوم فتحت هذا الباب لحتى نقدر ندخل من خلاله. ما بدنا نكتر حكي، من خلال هالتقرير رح نتعرف على ضيفة اليوم. صباح الخير يا قاسم. الزمان 1968، المكان دمشقها، التوقيت دقات قلبها. في لحظة تجل قال لها القدر: يا ابنتي أتقبلين المذياع هذا زوجا لك؟ فأجابته بنعم أبدية، ودخلت القفص الصوتي برباط مقدس بقي مربوطا في الأرض كما كان مربوطا في السماء، وما جمعه المذياع بها لا يفرقه إنسان. حس أن القدر هو كان عم يهيئني لكون مذيعة بالوقت اللي أنا أبداً ما كنت مفكرة أكون مذيعة. هيام حموي اسم إذاعي كبير رافقنا من سبعينيات القرن الماضي ومستمر بعلاقة قابلة دائماً للتجديد. دخلت هالعالم مثل أليس في بلاد العجائب، وقدرت تعمل العجائب بقدرتها الصوتية على نحت الهوى بإزميل صوتها يلي أثرى المكتبة الإذاعية بنثرات من ذهب الزمان، وبيزيد سعرها كل ما تعتقت ومر علي الزمان. كانت أول صوت نسائي عربي بيقول هنا مونتي كارلو، وهنا سحر الصوت بلش وصار يلمع ويزيد أكتر وأكتر، وسنة عن سنة عم يغلى على قلبنا هالصوت الهني. عشرات البرامج يلي حتى هي ما بتقدر تحصيها، ولقاءات مع أهم الشخصيات مثل أحمد رامي، سعاد حسني، وديع الصافي، زياد الرحباني وغيرهم، وبيبقى لقاء مع فيروز حلم حياتها. فهل ممكن نشهد على لقاء السحاب بيوم؟ بسمح لحالي أطلب منك تقول كلمة لست فيروز عبر أسير شامل. انه يا ريت بتردي علي ابو الراس السنه، في كم شغله تجمع ولازم تعرفيهم. على الاقل ترد عليك يوم عيد ميلادك. النهار بدها اياه. بقيت بباريس حتى بدايات الالفينات تكتب كل يوم يوميات مذيعه، تصبح على برج ايفل، وكانت نتاج هالسنين برامج عديده مثل دردشه على ضفاف السين وبنك الصداقه وغيرها. ورغم كل هاد عطور باريس ما اغرتها وما أغنتها عن الفلة اللي دورت علي هنيك وما لقتها. حتى جا يوم وكرموها بمهرجان جرش بفلة حملت فيها كل ريحة الشام ببيتها بباريس، ورجعت حتى تفيق على صوت أذان الفجر وأجراس الكنائس وتشعر وكأنه في وسادة صلوات فوق الشام. بالمختصر، الماء يحفظ ذاكرة ما غص فيه. هي شربت وبتشرب من الماء بسوريا يلي فيه كل الذاكرة، لهيك عاشت فيها طول غربتها الذاكرة السورية، ورجعت لحتى تكمل مسيرتها هون وترافق صباحاتنا ومساءاتنا، وباقية على راس عملها حتى إشعار أبدي. ولليوم بتمنتج كل موادها بإيدها
وكأنه هلأ بلشت العمل. مهنة مثل باقي المهن ما إلنا حق يعني نعطيها أكثر من حقها. يعني أنا مثلا بالشي اللي صار بهاي الحرب صرت أنفر من السلطة الرابعة، إنه لا، السلطة الرابعة لحتى تعمل الأذى اللي عملته بلاها. ناطرة تحقق مشروعها متحف الصوت يلي بتحلم فيه لتجمع كل الأصوات بأرشيف. حبيت إنه مثلا كفكرة بيعملوا معرض لوحات، معرض صور، معرض كتب، بس ما حدا بيعمل معرض أصوات. يقولون صوت فيروز يزداد في الشام حلاوة، واليوم صوت هيام زاد الحلا على أثير نينار. والسؤال يلي بيطرح نفسه، هل هيام كما يقولون كانت حين في الليل نطق الياسمين؟ ممكن يرحلوا بسرعة كتير وما نكون لحقنا قلنا لهم قديش بنحبهم. آسف. القديرة وست الكل هيام حموي، أهلا وسهلا فيكي بإذاعة نينار وببرنامج ضيف شرف. شكرا على هالتقرير، ما بعرف مين عمله بس مؤثر كثير كثير، وخلاني أتذكر لحظات كثيرة، مشوار إذاعي طويل. أحيانا بيسألوني بتعيدي، بقولهم بعيده بكل تفاصيله، بكل الشغلات الحلوة والمرة اللي مرقت فيه، ما بغير فيه ولا شيء. احنا كنا سعيدين جدا وقت عم نطلع على عيونك وعلى ابتسامتك انت وعم تسمعي التقرير وتشوفي. هي ردة فعل مباشرة على التعب. طبعا تقرير كتابة شارل كتير حلو، كتير وبأدائي بس كتير حلو. شكرا لك. يسلم الألم ويسلم الصوت. تسلم. يعني يمكن السؤال يلي طرحناه بالأخير هيك بيعبر عن المفهوم، إنه هل هيام كما يقولون كانت حين في الليل نطق الياسمين. فتوقع لو الياسمين كان عنده صوت وبيحكي ما رح يكون أكيد أحلى من صوت هيام الحمد. الأطراء مشكورين عليه، بس يعني هذا ما إلي فيه. إذا كان الناس بيحبوا صوت ما إلي فضل فيه. هي تركيبة الجينات السورية، حلب والشام، مية حلب مية الشام، هوا حلب هوا الشام هوا سوريا بشكل عام. أحيانا بقول شكرا لربنا يلي خلقني بهالمكان. وإذا نهار كتبت الروايات اللي ببالي، واحدة منهم بتقول أنه أنا قبل ما أخلق طلبت اجي على المحل الاحلى وقام جابني على سوريا. تحقق هذا الحلم. بتعتبري ست هيام انه هذا الصوت نتيجه حلب ودمشق، او يمكن هي صناعه رب العالمين، ولكن التعب يلي تعبته هيام حموي على حاله من وقت ما بلش ينعرف هذا الاسم بال 1971 حتى اليوم ما اضاف لخلقه رب العالمين. التعب هو فينا نقول بشكل طبيعي نبلش من الطفولة. يعني رب العالمين عطى صوت وعطى فضول انه لازم اكتشف كل شيء. يعني كنت كتير فضولية وبحب اقرأ من وانا صغيرة وبحب اكتشف كل شيء. شوي شوي تراكمت المعلومات، ظروف خلت انه بفترة من الفترات هاي دائما بحكيها انه صار في وعكة صحية طويلة استغليتها بالقراءة. كان في مكتبة بتأجر كتب وروايات وهيك على مدى سنتين ما خلتيها تكون سلبية بحياتي. قريت كل المكتبة. هيك. وبنفس الوقت كنت أسمع إذاعات، يعني
كان زمن الإذاعات، التلفزيونات كانت نادرة. هذا الحكي سن بسنة قديش؟ بالستينات. الستينات تنذكر وما تنعاد، البعكة الصحية بس تنعاد. بس يا ريت تنذكر وينعاد الزمن الجميل. ف يعني كنت تابع كتير الإذاعات وأفرح بالبرامج اللي بتقدم مادة هيك ما بتخطر على البال، غير أنه طبعا كنت مغرومة بعبد الحليم حافظ كمراهق. كمان سمعت يعني كتير معناته بهذا الوقت. فتى أحلام كان فتى أحلام الصبايا كلهم وأنا منهم، يعني في هيك حلم راودني انه بعدين وقت اللي اشتغلت راديو انه التقي فيه. بس كان مرض، يعني وقت اللي شفته كان على سرير المرض طبعا ما قلت حظه، بس انه كنت كمعجبة ابعت له، بعتت رسالة وجتني صورة منه وطارق لي فيها وهيك. في قصة طويلة. يعني 6 أيام يمكن اللي بيشوف هالمسيرة الكبيرة والقابلة دائما للتجديد والاستمرار بيخطر له هيك أول سؤال، أنه كل شيء بالحياة كأشياء وكأشخاص لهم عمر افتراضي إلا حضرتك، ليش؟ ما بعرف، نفس الجواب، الفضول، وبعدين الأحساس أنه في إحدى العبارات اللي العلاقة بالبرج الصيني، انه هذا البرج بيعتبر وجوده على الارض يعني بالحياة عقاب، بس طالما وجد بيتسلى. فمسلاية من كل الوقت، مسلاية يعني. شفتوا هذا قاعد اعمل هيك ان شاء الله كل ايامك بتكون يعني بنسمع الموسيقى بحس حالي هيك كأنه رجع طول عمري، بشوف شغلة حلوة بحس أنه رجعتني على يعني ما بعرف هدول فلسفة أفلاطون وشغلات، أنه كنا بمحل كتير حلو وأجينا لننصر هالجمال وهالخير بالأرض. فطول ما أنه المهمة مستمرة نستمر. ست أيام بأول فترات عشقك للإذاعة، ومثل ما ذكرتي بالوعكة الصحية اللي أصابتك بالستينات، كنت تسمعي راديو يمكن لساعات مطولة، فكان في أسماء كتيرة علقت بذاكرتك مثل هيام الطباع وغيرهم. بدنا نحكي عن هاي المواضيع بالتفصيل، كون نحن هيك رحنا لمتاهات، ولكن بأول فقرة بحلقتنا لليوم نقطة بداية. نقطة بداية فاصل الفقرة، أنه حضرتك كنتي من عشاق الراديو وتأثرتي بأسماء منهم، هيام الطباع وإذاعات مثل إذاعة القاهرة وصوت العرب. وقت كنتي تسمعيهم بهداك الوقت كنتي تحسي أنه أنا مستمتعة وأنا عاشقة للإذاعة كمستمعة، أم أنه أنا رح يجي يوم وكون بهذا المكان؟ لا إطلاقا ما كنت أتخيل أنه حيجي يوم وكون بهالمكان. بس اللي كنت أحبه هو شو بدي أسميها، الخير اللي عم يتدفق من هالآلة. يعني مثلا كان في ست أيام طباع، أنا شفتها بعد فترة طويلة كتير وقلت لها أنا سعيدة أنه كنت انبسط انه في حدا اسمه هيام مثلي او انا مثله. وهي كانت مذيعة تلفزيون قديرة جدا، وكانت غير تعمل برامج اطفال تعمل، فبتحسي في حب هيك بيطلع من يعني وقت اللي شفتها على التلفزيون، وقت اللي شفتها على الحقيقة في حب بيطل من العينين. بس اللي كنت حب شغلها كتير هي أمال فهمي. أمال فهمي كان عندها برنامج على الناصية، إنه كل ما تقابل العالم تفوت بسرعة لدواخلهم، يحكوا لها قصصهم، تحاول تساعدهم، شغلة كتير يعني كنت حس إنه هي الفائدة اللي ممكن
الواحد يطلع فيها من المهنة الإذاعية. كمان كان في برنامج يروحوا يزوروا مرضى، في برامج مثلا كان اسمه لو كنت مكاني، انه بيعرضوا مشكلة وبيصيروا المستمعين بيتصلوا بيقولوا انه شلون كان ممكن يحلوها. يعني في كتير برامج إلى هدف مساعدة المستمعين. بعدين المسلسلات الإذاعية اللي كانت تطلع، الأصوات اللي تأديها، الإخراج الإذاعي، يعني كنت مبهورة بهذا الفن كتير. بس ما كنت فكر إنه أنا راح أشتغل هاي الشغلة، بس كنت أقلده. مع العلم يعني في خطوة أولى من غير ما أحس، بدون ما تحس. مع العلم إنه الست أيام كانت تتمنى تكون سفيرة. إيه كنت أتمنى الدبلوماسية، هذا الهدف يعني كان. كيف لحتى انتقل المجال؟ يعني هو مجال بعيد. هي قصة طويلة، بمعنى إنه وقت اللي أخذت البكالوريا بعد الوعكة الصحية قدمت حرة، يعني لأنه كنت كبرت على المدارس، مع أنه ما كنت كتير كبيرة يعني. فقدمت البكالوريا حرة وقمت جبت معدل كتير عالي. كنا بحلب وقلت لأخي راح على الشام، قلت له سجلني إنه شو طريق لحتى واحد يدخل على الدبلوماسية، ما كان فيه علوم سياسية لسه. أم قال راح قال لهم بدي حقوق، إنه حدا جايب هالقد معدل عالي ليش يفوت حقوق؟ قالوا له ما بيصير، علما بأنه هاي الرغبة كانت الأولى. فكنت جايب علامة تامة باللغة الفرنسية، قام سجلوني يعني على ذوق لغة فرنسية. فقلت مو مش في بعد كبير يعني بين الاثنين. فبعد ما تخرجت قلت مو مشكلة هلأ بدخل حقوق، وقام كمان طلعت الأولى على الكلية وسافرت على باريس لحتى أعمل دكتوراه. قلت معلش بعمل علوم سياسية. هلأ ست أيام، إذا بدنا نحكي عن هيام حموي الطفلة، كيف كانت طفولتها؟ شو كانت ألعابها؟ هل كانت بنفس الهدوء اللي هي فيه هلأ؟ كيف إذا بدك توصفيها بشكل عام؟ طفولة يعني كنت هيك ضعيفة صحيا، يعني كل شوي أمراض. وألعابي كانت قراءات أكتر شيء، يعني من أول في شغلة طريفة صارت، إنه صف الخامس مثلا عملت إنشاء، قام الأستاذ كتب لي إنشاؤك ضعيف اقرأي مجلة سندباد. يعني قرأتيها؟ كانت مثل هلأ مثلا أسامة وهيك شيء. وكانت مجلة هي مصرية كتير لغتها حلوة، فصرت هيك نق على أهلي بدي مجلة سندباد لكل أستاذ كاتب على الدفتر وكذا. فتعلقت بالقراءة بشكل كتير كتير كبير. هلأ في شيء تاني كان أنه كنت مثلا أرسم، كنت يعني كل الهوايات هوايات هادئة، أنه أرسم، في كان أكورديون بالبيت أنه أعزف هيك. فصرت أقول لحالي أنه لو الواحد بيعيش أكثر من مرة، مرة بعمل رسامة مرة بعمل موسيقية. بس بهاي هلأ عم أقرأ، والكتابة كنت فكر فيها كتير يعني. بتذكرتي إذا قالوا لك بتعيدي التجربة اللي هلأ أنت عشتيها، تقولي بتعيديها بامتياز. بعيدة وبعيد غيرها مع شوية رسم شوية موسيقى ما بنخسر شيء. يعني رجعنا على سندباد، نحن بالجامعة مرأة معنا يعني هي من أولى الصحف المتخصصة بصحافة الأطفال. صحافة الأطفال كان بوقتها، يعني كون عم نرجع لهذا الزمن، بوقتها كان فعلا الطفل إنه هو يروح لحتى يشتري هاي الصحف بيقول لهم لأهله يعني، وإذا نسيوا بيزعل منهم وبيزعلوا يعني منهم. يعني كان في اندفاع من كتير بهداك كتير الوقت. يعني أنا لو ما انتقلوا أهلي لمحلات كتير كانت لسه المجلدات يعني المجموعات كلها عندي. هلأ بعد كبرت شوي صرت أقرأ المجلات الفنية، يعني أخبار عبد الحليم. هذا كلياته مع قراءة الروايات والأدب
كلياته بيعمل اسلوب. بتوقع انت بتقرا كثير لحتى صرت تكتب حلو. هي شهادة كبيرة كتير. كبيرة كتير، بسمع كتير، بحضر كتير أكيد لحتى يطلع هذا الشيء. ابني الروحي. بتشرف أكيد بتشرف. ست هيام، إذا بدنا ننتقل شوية لحتى نحكي عن ستك ثروة خانم اللي كان هي إلى فضل يمكن بهي المسيرة، كان صوتها حلو وكانت يجتمع عندها كتير أشخاص، والطفلة هيام موجودة بينات هدول الأشخاص. شو تعلمتي منهم؟ كيف كانت نظرتك لهم بهذاك الوقت؟ الأشخاص ولا ستي؟ لستي للأشخاص اللي كانوا موجودين. هلا ستي كنت حب، عندها هالحب الحياة الفظيع، يعني إنه حدا كل الوقت بدها تغني، بدها بتعزف، بدها تستقبل الفرح مع ببيتها طول الوقت. ايه بدها تطبخ اكله طيب. يعني انه اذا حدا مثلا بيعمل فيلم عليها عنا، انه كيف الصبح بتكون قاعده عم تدق جرن الكبه، المساء بتصير سيده ارستقراطيه. المفارقه بين الاثنين انه مو معقول. بعدين عندها استقبال، كان بتعرفوا الاستقبالات اكيد، كان استقبالات 18 كل شهر. لما اكون انا يعني موجوده بدمشق الشام، يوم الاستقبال نقعد نظبط الاعداد وكل شيء، واطلع على الاسطوح والبيت عربي يعني، واطف ياسمين وشكون هيك اطواء واساور وشغلات، وقدمهم للسيدات اللي استقبل معها بطريقه معينه. هلا بس كان يعني ما يشوفوني كتير، مو صغيرة ما حدا ينتبه، بس هيام الطفلة كانت تراقبهم، تراقب تصرفاتهم كتير. وتكوني عم تفهمي الكلام اللي عم يحكوه أو هالنقاشات، وحب مثلا وقت اللي يعني حب كتير حالة هيك بلاقيها طريفة، انه بتجي واحدة بتقعد، كيف الصحة ان شاء الله مبسوطين، طيب تجي واحدة تانية بيسألوا كيف الصحة، وكل واحدة بتسأل كل واحدة بتسأل هلا بيوصلوا عند آخر واحدة بتقوم بتقلها سمعنا وتطمنا. حافظة مو بس بهمان شو عم يحكوا، حافظة التعبير يلي كان يقولوها. فبعدين يلا ثروة خانم جيبي هالعود، بتجيب هالعود يا الله. هدول نساء العيلة أو نساء هذاك الزمن. أنا مرة حكيت بهذا الموضوع وزعلوا مني بعض النسويين أو شيء، أنه كان زمن مو سهل، بس كلهم عملوا شيء. اليوم يعني كل شيء متوفر قدام الصبايا، بس ما عم يلحقوا الدراسة، ما عم يلحقوا أنه ينموا هواياتهم، انه في استسهال كتير، انه خلاص نتجوز ونقعد. مع العلم انه هذا المتعارف عليه عن الزمن القديم. ايه لا ما كان هيك، مو صح. يعني انا النساء عائلتي وقريبيننا وهيك، ما يعني ما هي فيني اقول انه عائلة ارستقراطية ولا شيء، يعني كتير عائلة متوسطة، بس كتير عندهم حب العلم، حب الفنون كلياتها. يعني مثلا انه بيسمعوا انه في المعرض، كنت انقهر ما ياخذوني معهم لاني صغيره، بس انه يروحوا يحضروا في ام كلثوم، يرجعوا يحكوا هيك انه يا الله انا امتى بدي اروح احضر معهم، يعني يحضروا فيروز، يطير عقلي انه عم يحكوا هيك هالقد بيحبوا الفن. فكتير كانوا نساء هيك يعني بنفس الوقت شخصياتهم قوية، وبنفس الوقت حناين، يعني ما بعرف نموذج ما عاد كتير موجود هلأ للأسف. ست هيام هلأ بدنا نسمع أغنية وبدنا نذكرك فيها. لا حتبقى مهندسة؟ لا مو مهندسة، سفيرة. ما حققتي لحلمة لوالدتك، كيف كانت علاقتك بوالدتك وبوالدك؟
البنت المثقفة، البنت القوية، البنت إذا بدي أقول مصطلح شوي عام، الجدعة بكل معنى الكلمة، كيف كانوا يشوفوها أهلها وينظروا لها؟ ما يشوفوني لا جدعة ولا قوية ولا شيء. تكسير معنويات فيه. يعني اجي اقول لهم مثلا لما كنت روح على المدرسة قبل ما امرض انه طالع الاولى كم اجي. اوكي. هذا بيمنع الغرور بالمناسبة. وكان قصد هذا التصرف يعني قصدا مشان ما تنغري او هن هيك طبيعتهم؟ لا لا، طبيعتهم انه عادي. ليش وقت اللي منقول مثلا انه تكريم، انه طيب واحد سوا شغله منيح بدأ تكريم، لا لازم يكون في تضحية خارقة لحتى يستحق التكريم. بس يمكن الإنسان أوقات بحاجة لكلمة إيجابية تدفعه ليرجع يتجدد هذا النشاط عنده ويرجع يثابر بعمله أكثر. لا هو حسب الإنسان. لا مثلا أنا هذا الشيء كان كل مرة وقت اللي يقولوا لي عادي يقول لا لازم أعمل أحسن. يعني ما استنى كلمة تشجيع، استنى أنه لسه بدي أثبت لهم أكثر وأكثر. بس طبعا هذا ما بيمنع انه هنا كانوا محبين كتير، بس انه انه عادي انه طالما درستي معناته بدك تنجحي بدك تطلعي الاولى. شو يمكن يعني؟ هنا من الاشخاص اللي بيشوفوا انه الطبيعي اولادي يطلعوا هيك مثلا. ممكن انه نحن هيك فطبيعي الاولاد يكونوا هيك. صحيح. ست ايام بدي تتذكري معنا اليوم يلي قررتي فيه انك تصيري مذيعه. طبعا انت قبل ما تسافري على باريس بداتي من هون من الاذاعه هون، فكيف الاشخاص المحيطين تلقوا هذا الخبر؟ يمكن بهذاك الوقت نحن عم نحكي طبعا بأواخر الستينات، فما كان كتير مقبول انه البنت تشتغل اساسا وخاصة بمجالات سواء كإذاعة كتمثيل. فالوسط كيف تلقى هذا الخبر؟ هل عانيتي؟ لا حتى هاي ما كانت مشكلة. يعني انه بدي اشتغل ايش اشتغلي. هلا هن اهلي يعني مو متعصبين، هيك بسيطين يعني بتفكيرهم. ما يعني طالما الواحد ملتزم بأخلاقه فما عندهم مشكلة بشيء أبدا أبدا. يعني إنه البنت درست وعم تتخرج وهيك إنه إيه تشتغل بعد هي اللي بدها إياه. مهم إنه هاي الأخلاق اللي زرعناها يمكن من جواتها طيلة هالسنين هي ترافقها. يعني أنا بتمنى كتير إنه الأهل يكونوا هيك مع أولادهم. صحيح. لا صحيح كان في شوية معاناة إنه بالنسبة ل التربية الأولى أنه يكون في شدة بالالتزام بالأخلاق، بس غير هيك ما عندهم مشكلة بشي. يعني أنه أخواتي الصبيان الله يرحمهم اثنيناتهم يعني اللي بالدنيا قالوا لهم مثلا بدي أدرس هيك بدي أدرس هيك، ما حق يعني أنه اللي بتكون يعني خلاص ما في مشكلة. بتمنى يكون في كتير أهل هيك إن شاء الله يا رب، لأنه فعلاً أوقات يعني قرار من الأهل هو مانو صائب أو مانو بمحله ممكن يغير مسيرة حياة ابنهم ويعني يروح بمنحة آخر تماماً ويلومهم كل عمره. صح. إنه لو ما كن أنتو كنت أنا بغير مكان كنت بمكان أفضل يمكن. ونحن رح نروح كمان لمطرح ثاني ونروح لفاصل إعلاني صغير، لا تروحوا لبعيد، ضيف شرف ونكمل معكم. بمجالات الحياة في ضيوف وكل ضيف منهم إله خط زمني تتدرج عليه مراحل حياته إنجازاته وإخفاقاته. واحد منهم بس لمع نجمه وراح يكون ضيف شرف مع مشلين سلوم وشارل عبد العزيز. لنبلش من نقطة البداية ولليوم. ضيف شرف الأحد السابعة مساء على نينار. نينار معكن عطول. We'll be right back.
لنتابع حلقة ضيف شرف اليوم، وأكيد اليوم متشرفين بوجود الست هيام حموي معنا، وأكيد للحديث صلاة. أسعدتوني كتير كتير بهاللقاء. أكيد إحنا سعيدين بوجودك أكتر وأكتر، وشرف لإلنا أنه بحلقة من حلقات ضيف شرف تكون معنا الست هيام. شكرا من القلب. ست هيام، لكل إنسان بالحياة ولكل شخصية في خط زمني تتدرج عليه مراحل حياة هالشخص، نجاحاته وأخفاقاته. فالفقرة اللي هلا بدنا ننتقلها هي فقرة خط الزمن. خط الزمن. بهالفقرة نحنا طبعا أكيد بدنا نحكي عن مراحل مرت بحياة حضرتك، بس بالبداية حابب أسألك إنه شو هي نقطة التوهج اللي بتشوفيها بخط الزمن الخاص فيكي ونقطة الخمود؟ لا معكم حق بقصة خط الزمن. هي دورات فلكية يمكن أو دورات زمنية، دائما في طلعات ونزلات. صحيح. هلا الخطوات أو شو النقاط الأساسية التوهج، مثلا وقت اللي تخرجت، وقت اللي اشتغلت ب يعني وقت اللي افتتحت مونتي كارلو وكنت يعني هيك من الأوائل فيها، في كمان وقت اللي عملت أول برنامج خاص فيني بمونتي كارلو كان اسمه بنك الصداقة، وقت اللي صارت تجيني رسائل بالشوالات يعني انه في حاله هيك حلوه كتير. في شغله ما بنساها، يوم بال91 كان عملت طلب الله يرحمه نزار قباني، وقت اللي وافق لانه كان في قبله مره ما كان حابب يحكي، فكتير كنت سعيده هالنهار. في شيء كتير حلو وقت اللي رجعت على سوريا مع إذاعة الشرق بمعرض دمشق الدولي، أول بس من أرض المعرض القديم، كان نهار هيك بتذكره بسعادة كتير كبيرة. وأول يوم إلي بإذاعة شام اف ام 7/7/2007 7/7 دقائق، كان نهار رائع. وهي الشغلات الحلوة. في ضرورة نحكي بالشغلات الخمود إذا بتحبي؟ لا، عندك هالنقاط التوهج أكيد نقاط الخمود صاروا قد ما كانوا قد ما كان فيهم خمود أكيد بيصيروا لعلي كتير. لا كانوا كتار بس نسيان، يعني مو نسيانتهم، كبيتهم ما علقوا ببالك. هلأ الفكرة أنه نحنا كمان عنا 4 نقاط حددناهن. قديش حلو انه بعد هذا البحث لنعمل لقاء مع شخص مثل حضرتك يطلعوا نفس النقط او في اشتراك كتير كبير. رح نبدا باول نقطه ونشوفها مع بعض. مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني انتقال الفتاة السورية إلى باريس لحتى تبلش بهي المسيرة الطويلة يلي قدمتيها حضرتك. إذا بدك تحكي لنا عنها بالبدايات، أنا هلأ رحت على فرنسا وبدي بلش دارس أدب فرنسي وبحكي لغة وثقافتي عالية وبدي فوت بهذا المجتمع، كيف كانت البداية؟ هلا هي صارت تدريجية، يعني أنا كنت ابتديت يعني انتسبت للجامعة على السوربون وعملت الماجستير، وصارت ظروف خلت إنه اضطريت أشتغل. فاشتغلت هي حالات الخمود إذا بدك اشتغلت مثل ما بيعملوا كل الطلاب، يعني بيبي سيتر وهيك شغلات. بعدين في صديقة اجت قالت لي، هي كانت تشتغل بإذاعة باريس العربية، انه
هي بدها تترك وانت عندك تجربة إذاعية بإذاعة دمشق القسم الفرنسي، إذا بتحبي تجربي رح تجرب تقبلوني. وبعدين صار في مونتي كارلو وانضميت إلى لحتى صرتي صاحبة أكبر بنك عاطفي بمونتي كارلو. فهي يعني بلشت أوعى بأهمية المهنة الإعلامية وأدواتها. تعلمت كتير كتير شغلات غير اللي كنت متعلمتها بالشام، وتعلمت حتى يعني مثلا أنه معي مهندسين صوت فرنسيين، فإذا بدي أعمل مونتاج لبين ما أشرح له شو بدي إلى أحد المقص وأنا بقيت كان المقص للزاقة يعني بالأشرطة الريل بإيدك بتمنجي المواد ولهلأ. فهي قصة المونتاج بتعلم كتير، يعني أنا بتمنى بنصح كل الشباب اللي بدهم يشتغلوا بالإعلام يشتغلوا مونتاجهم بإيدهم، بيتعلموا أخطاءهم وهنا عم يسمعوا حالهم. صحيح. بعدين بيتحكموا بالمادة مثل ما بدهم. فهي شغلات تعلمتها وصار لازم مثلا كل موضوع بدي أعمل عنه مادة لازم مثل ما هلأ أنتوا عاملين شغل كتير حلو بالبحث لازم يكون أعرف كل تفاصيله. فشوي شوي بيصير الواحد عنده مخزون كتير كبير. هاي الشغلات الإيجابية جدا جدا علموني الالتزام بأهمية الكلمة ودقتها. يعني مديري وأساتذتي بباريس يعني. من المعروف حتى اليوم بشهادة كتير من الأشخاص إنه مدام هيام إذا صار أي مشكلة على الهواء ما بتحب تعبي هواء، مثل هذا المصطلح اللي كلياتنا نشتغل مجال الإعلام نعرفه إنه عبي هواء، صار مشكلة صار خطأ لليوم ما بترضي تعبي هواء بكلام ما بيفيد اللي عم يسمعك. أحسن حط غنية. لازم كل دقيقة تكون مفيدة. كتير أساسي هذا الشيء. إذا لسبب من الأسباب ما في مادة أو ما فيني أقولها لأي سبب، لا منحط موسيقى منحط أغنية. خلي الكلمة تكون هاي مرة كتبتها أنه هي البلسم للي عم يسمعوا. إذا ما فادتهم تخفف لهم شوي من ألمهم أو تخليهم يبتسموا. هلأ إذا خليت المستمع يبتسم إذا كان منرفز وضحك بطل يتخانق مع اللي حواليه. أكيد فائدة بحد ذاتها. وتابعتي يوميات مذيعة في باريس؟ يوميات مذيعة في باريس هذا البرنامج حبيت أعمله لحتى أكتب، ما من هواياتي الكتابة، لحتى أكتب وبنفس الوقت طالع المادة من الاستوديو للفضاء الخارجي. يعني كنت كتير أحيانا أخذ الضيف روح نقعد بمكان ونحكي هيك بأريحية وبنفس الوقت نحكي عن المكان، يعني يكون في إضافة حتى بالمعلومات عن كل شيء محيط فينا. تمام. ومن بعدها برنامج إذاعة خاصة جدا يلي بتستضيف فيه أدباء وإعلاميين، ويمكن يمكن سارقين لك شوي الفكرة في البرنامج تبعنا ولا لا كان بعيد. لا مو يعني انك تستضيفي ناس إذاعة خاصة جدا كان لا فكرته مختلفة. هو يوميات مذيعة في باريس اللي كان في استضافات كتير. إذاعة خاصة جدا كان انه بدي الضيف هو يكون المذيع. انه اذا انعطى مده اذاعيه شو بيحط فيها مهما كان اختصاصه وهذا اللي عملتيه مع سعاد حسني. هذا عملته مطولا مع سعاد حسني، بس قبل مثلا انا بذكر حلقه رائعه كانت مع الله يرحمه الدكتور عبد السلام العجيلي. انه حضرنا كتير وبعدين يعني انا بكون موجوده وبسلمه الميكروفون وهو بصير بيحكي المواد اللي بيحبها وبيعمل الحوارات اللي بيحبها. يعني خليته هو كان أصدقائه المستشرقين الكبار. صحيح.
مستضيفهم بالرقة وكذا، فحكى مع ماكسيم رودانسون وقتها يعني هو صار مذيع، فهي هاي الفكرة انه اذاعة خاصة جدا للضيف، بس انا المساعدة تبعه. تمام. بدنا نتذكر معك ذكرى بمونتي كارلو من خلال كمان اغنية. حلوة بتطلع حلوة بتنزل، انا وسايق بالسيارة، لكن قلبي بعده معلق بالحلوة اللي اسمها تمارا. أميغو العرب حكمة وهبة زميلة بمونتي كارلو، وعملتوا ثنائية كمان بعدد من المرات بالثمانينات. خبرينا أكثر كيف كانت علاقتكم، كيف كنتوا تطلعوا سوا، شو كان يصير بالكواليس؟ طلعنا ثنائيات بسهرات. صح، كسهرات بس مو بالبرامج العادية، لا كراس السنة مثلا بهيك. هي تبع راس السنة كانت فكرة حلوة كتير كتير. هلا فيني احكي لكم كواليسة، بس هي فيها فضيحة للفن الإذاعي. انه كان يعني باحدى السنوات كانوا كل الزملاء بدهم يروحوا يعيدوا مع اهاليهم، فما بقي غير انا وحكمات، وهو كان عنده سهرة بعدين. فقررنا انه نعملها كأنه لايف بس هي مسجلة. فأنا هاي بحبها كتير، حالة الإيهام بالواقع. هو مو صح. هلا ذكريني إلك بعدين شغلة بهالخصوص تتعلق بأورسون ويلز مثلا، إنه اتفقنا إنه فلان مثلا حنا بينزل على الشانزليزي يعطينا أجواء الشانزليزي، وداد بتكون بالمكان اللي عم يبيعوا فيه جاتويات وكذا، يعني كل حدا بعتنا يفترض بعتنا لمحل. هلا هن عبوا ماد يعني عملوا بحث عن المادة وكذا، وصرت سجلهم على التليفون وحط إفكتات ضجة وكذا. هذا قبل دراسة السنة بكم يوم يعني. بعدين منتجناهم كلهم، نقول هلا فلان رح يكون هون وفلان رح يكون هون، وفعلا طلعت مادة حقيقية. ايه، وبعدين هو حكمة سجل فقرته وراح. فبقيت انا لحالي انا ومهندس الصوت. يعني ما استفدت شيء من التمثيلية؟ لا، هو كان عنده سهرة. فانا سجلت لهم لكلياتهم، وانا اللي بقيت سهرانة مع مهندس الصوت، وطالعنا الحفلة كأنه في كل الدنيا أساس كلهم معه كلهم معنا. وهيصة بالآخير يعني كان، بس أنه هذا اللي بسميه الفن الإذاعي أنا، يعني أنه بتقدري تشتغلي بالراديو. هلأ ما فيك تعملي هذا الشيء بالتلفزيون مثلا، صح؟ أنه ما فيك تكذبي على العالم. لا، هلأ صار كذبه كتير. هلأ بتزبط هاي الأيام. هلأ على المونتاج وكل هاي القصص. إيه، بس هذا سويناه بال 84 صحيح. لحد هلا بذكروني فيه. رحنا مره على مصر، قالوا لي شو كانت حلوه سهره راس السنه، بس كلها كانت شغل ايدي. لو تعرفوا شو الحقيقه. بس كيف كان حكمة وهبي بالمكان الفلاني ما حدا بيعرف، عم بنسق بين الاثنين. ما شي حدا التقى فيه قال له هلا كنت عم بسمعك على الراديو شو عم تسوي. هلا اللي قلت لك ذكريني فيه انه خطوره الوسيله الاعلاميه وخطورة الإذاعة حد ذاتها، يعني قبل ما يطلع التلفزيون، معروفة كتير بتاريخ الراديو بتاريخ الإذاعات، إنه هو صار بعدين ممثل كبير ومخرج كبير وكاتب كبير أورسون ويلز، إنه طلع ببرنامج مفروض وثائقي يعني إخباري، ما قال لهم إنه هي تمثيلية، إنه صار غزو فضائي، انه اجت كائنات من كوكب ثاني. في ناس انجلطوا، ناس ماتوا، ناس ركضوا بالشوارع، يعني كان الراديو له حضور كتير كتير كبير. فهو بعدين بطل، يعني عرف غلطه، في خطوره بهذا الموضوع، في خطوره. بس قديش لازم واحد ينتبه على كل كلمه بيقولها،
على كل شغلة ممكن يقدمها عبر الراديو أو عبر الوسيلة الإعلامية. مرة قريت خبر هيك على أنه السكرين بيعمل سرطان، وقامت دقت لي أمي قالت لي أبوكي بطل ياخد سكرين. قلت لها ليش؟ قال مو أنتي قلتي على الراديو. صحيح. بس قلت على الراديو معناته بكل كلمة. أنا مدققة بالموضوع وعم أعطي معلومة موثوقة. ما بصير ما بصير قول شو من كان. رح نسأل مع شارل نقطة تانية. شاعر الحب والمرأة نزار قباني، ولقاء مطول كان ساعة صار أربع ساعات، كان بوقتها صار 15 حلقة، سلسلة حلقات متتالية. كان بنفس العام رحلة زوجته بلقيس ورحل عبد الوهاب. لا مو بنفس العام، قبل للدقة. هاي القصة اللي يعني أنه بيسوى نحكيها، نرجع نذكر أنه هو قبل رحلت زوجته بلقيس بظروف مأساوية بتفجير السفارة العراقية ببيروت، وكتب وقتها قصيدة ريثا. واتفقوا معه إذاعة مونتي كارلو أنه نعمل معه حديث وبعدين يعني تزاع القصيدة. وأخذوا عزموه، وكان بلندن فعزموه على باريس هنن وجريدة مجلة كانت تطلع هناك وعلى أن ينشر الحديث بالمجلة، مجلة المستقبل. مجلة المستقبل. فأنا أخذت المسجلة ورحت على الأوتيل حسب الموعد. لقيته قاعد وحزين وقال لي، فتحت المسجلة هيك قام قال لي بس مو جعبالي يحكي. ما بده يعمل لقاء. قال لي مزبوط أنه نحن متفقين، بس أنا كل شيء بدي أقوله هلأ حطيته بالقصيدة. ما إذا بدي أقول أكثر ما حتمرقوا. فياريت ما نعمل اللقاء. قلت له أنا بحترم حزنك ومثل ما بدك. ضبيت المسجلة ورجعت على الراديو. فهذا الشيء خلى أنه يصير في عندك تخوف بسنة 91 وقت اللي رجعتي بدك تعملي معه لقاء؟ ترددتي؟ لا هي ما هيك صارت. فهو يعني اللافت بالقصة اللي أنا بعتبره درس، إنه ما فيك تاخدي من شخصية غصبا عنه، وإلا بيطلع شغل مو حلو. يعني إذا قلت له طب عطيني بس كلمتين قديش ما حلو، ما حاولتي صح. أبدا أنك لا. تاخدي منه ولا لا. احترمت الحزن والموقف. قلت له بحترم حزنك وخلص. يعني مو نزار أباني لو عطيني كلمتين، صحيح، ولا أي حدا تاني. يعني ما بستفيد يا فرحتي أخذ كلمتين وأمشي. يعني شو هاي المادة اللي بدي أدمها؟ فرجعت عند الإدارة ولحسن الحظ كانوا متفهمين. يعني قلت له المدير، قلت له ما جعبالو يحكي هلأ، هو يمكن انفقس. بس قدر الموقف. قدر الموقف. إيه يعني أنه قديش حلو يكون. يعني أنا كنت متوقع اللي خلاص أمشي، أنه كل هالعذاب وبالآخير ما جبتني. رحتي وما عملتي مادة. فقال لي طيب شو بنعمل؟ قلت له فينا نقرأ القصيدة على مقاطع ونزيع كل ساعة مقطع ونحكي عن القصة كلها. قال طيب وخلاني اشترك. لقيتي لفتوى يعني. لقيت لفتوى. هلا اجا بعدين بال91. هذا الحكي كان يمكن يا 86 يا 87 صحيح. يعني قبل ال 91 بأربع خمس سنين هيك شيء. بال 91 كان في توفى الموسيقار محمد عبد الوهاب. صحيح. فأجيت عم ساوي برنامج يعني يوم وفاته، عم أحكي مع شخصيات من بيناتهم شقيقه لنزار أباني دكتور صباح أباني. قام قال لي ليش ما بتحكي مع أخي نزار؟
قلت له هلا بيقول لي حزين وما حزين قدران ومو قدران انه هذا. قال لي لا جربي هاي رقمه. قمت حكيت معه مع بنته كمان الله يرحمها. قلت له قولي له انا فلانه اللي احترمت حزنك وقت باريس. قال طيب هلا برد لك جواب. بعد شوي اتصل هو قال لي طبعا متذكرك وكل شيء وهذا وهلا بدي احكي بس اعطيني فرصة لحتى اكتب اللي بدي اقوله ما بحب احكي هيك. بعد نص ساعة اتصلت والله سجل لي كلمة رائعة. هلا مهندس الصوت الفرنسي كان عم يسجل وراح غاب شوي وضل خلصنا الحديث وضلت الآلة عم تسجل. قام صار يقول لي شفتي هو هيك 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 عبد الوهاب صار يحكي لي قصص احلى من اللي قايلهم كتابة. هو مو عرفان انه هلا تسجيل. قامت بس اجى مهندس الصوت وقف. قلت له استاذ نزار هدول تسجلوا بتسمح لي زيهم؟ قال لا بس اللي بس اللي بس اللي اتفقنا عليهم. بس اذا بدك تعملي حوار تفضلي على لندن. قلت له هلا بيجي هلا شو هلا تجي بدك تحضري لي اسئله ونتفق عليهم وبعدين تجي. وفعلا احترمتي رغبته وما نعرض الشيء اللي حكى. ايه لا اكيد يعني انا بعمري ما زعت شيء نقال لي انه لا تقولي ما في قبول من صاحبه. لا بعمري ما عملتها. وبعدين حضرت الأسئلة وبعدت له يا هون وقال لي تليفون قال لي تفضلي. يعني في إلى تفاصيل كتير بس ما بدي طول عليكم. فرحنا وقعدنا نسجل واسترسل واسترسل وراحت القصة. قامت قلت له طب هدول ما بيطلعوا برنامج واحد يعني حرام. قال اعملي عن مسلسل. اتصرفي بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة. بس هالمرة قديش حلو هالثقة اللي عطاني اياها. كتير يعني كنت فخورة فيها فعلا. احنا فخورين بوجودك معنا وسعيدين جدا ومستمتعين كتير بكل التفاصيل عم تقولي لنا. ما بدي طول عليكم نحنا مبسوطين. واذا الساعة بدها تصير 4 ساعات فنحنا مبسوطين كتير. بس خلينا نروح لفاصل اعلان صغير. لا تروحوا لبعيد. ضيف شرف ونكمل معكم. هذه دمشق. بمجالات الحياة في ضيوف وكل ضيف منهم له خط زمني تتدرج عليه مراحل حياته إنجازاته وإخفاقاته. واحد منهم بس لمع نجمه وراح يكون ضيف شرف مع مشلين سلوم وشارل عبد العزيز. لنبلش من نقطة البداية ولليوم. ضيف شرف الأحد 7 مساء على نينار. نينار معكن عطول. متابعين معكم بحوارنا وبسلسلة الحديث مع الست هيام الحموي. يعني اليوم ست هيام كتير الأسئلة كتيرة والمواضيع كتيرة. عم نحاول هيك نختار هيك القصص الأهم. عم نحس إنه كله مهم ما بدنا ولا سؤال يضيع منا. يعني 50-51 سنة مليانين العمر كله يا رب. تسلمي. كمان رح ننتقل لمرحلة جديدة ونقطة جديدة. خلينا نشوفها مع بعض. طبعا قبل ما نحكي عن هاي من الطلعات الحلوة أكيد
هلا اذا بدنا نحكي طبعا حضرتك يعني بداتي بالاستوديو الزجاجي وبداتي كمان مع اذاعه الشرق، شو صار لحتى انتقلتي من مونتي كارلو لاذاعه الشرق؟ صار كتير شغلات، تغير الزمن، انهيار جدار برلين، ايوه تغير الزمن وصار وضع مختلف لإذا حبيتها وقدمت فيها 20 سنة، فكان لابد من المغادرة. رحت على إذاعة الشرق، وأحلى شيء بإذاعة الشرق أنه كانوا حابين يربطوا مع سوريا يعني. صحيح. هلأ السنة اللي قبلها واللي قبل قبلها كان الله يرحمه حكمت يعني هو اللي ابتدى الاستوديو الزجاجي، لأنه هو راح قبلي على إذاعة الشرق. صح. بس بعد وفاته كلفتي بأنه أنت اللي تكملي بالاستوديو الزجاجي. هو توفى ب93؟ لا هو توفى 92 قبل بعام. توفى بأيلول 92 مثل هالأيام. أي فالسنة اللي بعدها جدوري قمت يعني سعادة لا توصف وقت اللي جيت بالمعرض وشفت يعني كان كمان بسوريا زمن هيك في نهضة للفنون ومسلسلات وأغاني، كان كتير كتير فترة حلوة يعني. من سنتين طلعت هون بالمعرض مع الست رائدة وقاف، جاني ولاد اللي كانوا قبل. يا سلام. اجوا يسلموا علي انه امي كانت حضرانتك بهداك الاستوديو الزجاجي. يعني انا ما كنت متخيله انه هالقد تاثر بالناس، بس لحد هلا الكل بيحكوا لي فيها يعني. صحيح. بس انا كنت سعيده كثير كثير فيها. ونهايه مرحله اذاعه الشرق كانت ببدايه الالفينات، وغادرتي باريس كليا وانتقلتي لدمشق، فشو كان السبب بوقتها حتى قررتي تغادري الاذاعه وباريس؟ قصص المغادره هي فيها من النقاط المؤلمه اللي ما بحب احكي فيها، لانه بعتبر انه كل واحدة منهم قصه حب، وبس نترك قصة حب ما حلو نجرح فيها يعني. خلاص فهي خلاص. بعدين اجى العرض من إذاعة شام اف ام. انه هي كانت هدية سماوية اسعدتني كتير، لانه انا كنت متمنية انه كمل نصف قرن من العمل الاذاعي، فانعطت لي هاي الفرصة وكتير كتير سعيدة فيها، لانه قدرت اقدم ببلدي خلاصة هيك تجربة كتير كانت غنية بباريس. وبنفس الوقت كنت هون بفترة الحرب، لأنه ما كان ممكن استحمل فكرة ما أكون بسوريا وأتفرج على التلفزيون وهو يعني يرجيني المآسي اللي صارت. لا هون أنا معه. معناتها إذا بدنا نسأل عن إنه هل اعتبرتي إنه الانتقال لسوريا هي خطوة للوراء؟ هي لا، بالنسبة لي كانت بالعكس لقدام. يعني انت عم تنتقلي من اذاعات عالمية الى اذاعات سورية. ايه بس قديش حلو انه اذاعة ايا كانت تطلب واحدة عمرها هديك الحسبة تنقول يعني بعمري ما بينطلب حدا. لازم تقولي قديش فخر للإذاعة أنه يكون فيها شخص مثل حضرتك. لا حبيبتي، بس يعني هي من الأسباب السابقة اللي ما حبيت أحكي فيها أنه اعتبروا أنه خلاص يعني حاجة خلي دور لغيرك، أنه إيه
خلي دور لغيري، بس أنا يعني لسه مش بعد، ما بنتهي مش بعد. حتى صار ارتبط اسم وصباح شام اف ام بهيام حمو. إدارة شام اف ام كتير كتير ممنونتهم أنا، لأنه هي فكرة صباح الخير على كل منطقة من سوريا، هي فكرة الأستاذ سامر، حبيتها كتير. ولحد هلأ لسه بيقولوا لي مثلا ما قلتي المنطقة الفلانية. صارت جزء من صباحاتنا بالفعل. صحيح، بنبسط الواحد كتير بس بيسمع انه هاي منطقتي، انه اكيد بنبسط كتير. نوجه له تحية لأستاذ سامر، لكل كادر عمل شام اف ام. أستاذ سامر اول ما حكى معك وقال لك انه بدنا نعمل اذاعة جديدة، قلت له عملوا عملوا شو ساوي لكم. قال لك انه بدنا ياكي تكوني بالاذاعة، قلت له ما فيني، ما انا بالبرنامج الواحد حط لي 10-15 غنية لفيروز. فصارت لا عنا ساعة شام اف ام لفيروز واضحة جدا. كانت فكرتك؟ لا هو فكرته اتطابقت يمكن مع افكار ساعة الفيروزية، بس انا كانت المشكلة عندي انه المحلات اللي كنت عم اشتغل فيها اخر شيء انه يقولوا لي انه ما بيصير تحطي باللقاء الواحد مثلا اذا حوار انا منتجته هون لازم تلبق هاي الغنية، هون صح. لازم تلبق هاي الغنية. اي لا ما بصير تحطي غنيتين لفيروز. طب شو المشكلة يعني؟ اي فيروز محي الله محي الله. هلا من بعد اكيد ما مرينا على كل خط الزمن بحياتك وعن النقاط اللي هيك لامعة، بدنا ننتقل اكيد لفقرة جديدة اللي هي السلطة الرابعة، بنحكي عن كل وسائل الاعلام. السلطة الرابعة. بالبداية ست أيام رح نحكي عن عالم الصحافة. بهاي الفقرة بدنا نحكي عن مقال صحفي كتب عنك من كتير مقالات، ونحنا حبينا هيك نناقشك بكم نقطة موجود فيه. المقال نشر على الجرس، كان بعنوان أول مذيعة سورية عربية ويتني هيوستن العرب، نشر بتاريخ 6 ديسمبر 2018. فكان عم يحكي عدة نقاط، رح نناقشك بكذا نقطة. البداية كان عم يحكي أنه المذيعات السوريات عادة هن ناجحات ومثقفات بس ما كتير بحققوا شهرة وانتشار خارج القطر السوري مثل كتير مذيعات عربيات. صحيح. شو رأيك السبب حتى لو كانوا تلفزيون أو إذاعة على اختلاف الوسائل؟ ما بعرف، ما بقدر جاوب. يعني في عندي مقولة بجوز تزعل ناس، يعني انه الإدارة هي يلي تصنع نجومة، مو بس تصنع نجومة، كل مؤسسة بتشبه مديرة. صح. فإذا مؤسسة ناجحة بيكون مديرة عينه على كل شيء. تمام. ف يعني بده يكون قائد للعمل مو بس مدير، يعني لازم لا فرضي أنا قديش بقدر أعطي إذا الإدارة ما بدها أعطي، ما بعطي. صحيح. وهذا شيء صار بالمحلات يلي اضطريت أترك لأنه ما بقى بدون هذا النموذج. فشو فيني أعمل أنا يعني؟ لا اليوم صار بيقدر واحد يفتح إذاعته على الإنترنت. صح. بس أنا ما بيهمني أفتح إذاعة على الإنترنت، الراديو بيضل بالنسبة إلي هو هذا الزر اللي بتكبسيه أو الجهاز اللي بيطلع منه صوت، هو له سحر خاص، حرام ما يضل موجود، ما يضل موجود بالفعل. إذا بدنا نرجع شوي للعنوان ويتني هيوستن العرب، برأيك ليش شبهوك فيها؟ ما بعرف نقاط ما عندي فكرة أبدا. أصلا تفاجأت، بعتوا لي أنا كنت بباريس، بعتوا لي أنه شو صار لحتى صاقوا يكتبوا عني هيك، بس كتر خيرهم هيك. كاتبين كمان سوريا واحد عشقها ثلاثة أرباع العرب، وحاكين أنه هي صوت التحفة أو صوت المتحف، حاكين أنه هي الوحيدة أو صوت الإذاعي الوحيد اللي بقي بالوجدان العربي لحد هاي اللحظة، الصوت اللي منحبه مثل ما منحب فيروز وأم كلثوم، والذي يشبه صوت ويتني هيوستن هي السورية هيام حمول. برجع بقول شكراً للمقال اللي كتب، بس هلأ مثلاً الحكي اللي قلته ببداية الحلقة
بيمسني كمان أكتر لسا من هذا الكلام الحلو كتير اللي انكتب. بس إنه سبب الاستمرارية إنه عم اشتغل ومبسوطة طيب وبعدين واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب أكيد. يعني إنه عم اشتغل مثل ما قلت من عندي لأقدم شيء، ما عم اشتغل لحتى أخذ شيء. تمام. في صحفية حبت إن هي تقلك شيء، خلينا نسمعه مع بعض. أنا شام درويش، صحفية ومعدب. حابة أسألك مجموعة من الأسئلة، يعني باعتبار خبرتك الصحفية كتير كبيرة، فأنا حابة أسألك من أسئلة لمستها من خلال تعاملي معك. السؤال الأول هو أنه كيف أنت تقدري تخلقي على الهواء أسئلة ونمط مختلف من الكلام تماما غير اللي بيكون محضر سابقا؟ يعني رغم كل التحضيرات اللي بتصير والأسئلة اللي بتنطرح دائما على الهواء، بيختلف الشيء اللي بيكون محضر وبيطلع معك شيء جديد، فهذا الشيء كيف انت ممكن بيطلع معك؟ يعني السؤال الثاني هو انه بعد هاي السنين من الشغل بالاعلام والخبره الكبيره اللي انت عندك اياها، تنصحي كل شاب او صبيه حاليا عم يدرسوا اعلام انه يتابعوا بهذا المجال ولا لا، وليش؟ وسؤال ثالث هو ليش ما حدا مثلك بيفكر انه يعمل كتاب مثلا عن خبرته بالاعلام ويقدمه للطلاب وللصحفيين اللي هن اليوم بحاجه لهي القواعد اللي انت صارت عندك اياها؟ شي مره فكرتي بهذا الشيء او فكرتي انه تعملي كتاب وتطرحيه؟ وشكرا كثير. أكيد بنتشكر شام، بنوجه لها تحية لشام كمان وسألتك مجموعة من الأسئلة، فحابين كمان رح نبلش من السؤال الثالث لأنه جوابه جاهز وسريع. كتير فكرت أكتب، ضيق الوقت بس مخلي أنه ما عم أكتب يعني، بس كتير بيخطر لي، حتى عندي يعني الصيغة يلي بدي حط فيها المعلومات هي صيغة تقريبا روائية وفيها كل المادة. السؤال الثاني كان عن الحوارات والأسئلة اللي بتطلع، هذا له علاقة باهتماماتي باهتمامات الناس. صحيح. يعني ممكن نكون محضرين، التحضير بيكون في حال انه الضيف ما تجاوب مع الحوار أو لسبب من الأسباب ما كان جاهز يحكي بكل الأساس، فبيكون عندي أسئلة محضرة حتى ما أطلع بالكسفة يعني. بس اهتماماتي الإنسانية خليني أقول أكتر من الشخصية، ما بدي أقول شخصية لأنه يعني أنا بضل هيك حاملة هم الدنيا إنه ليش في حروب، ليش في غلط، ليش في أخطاء تربوية، ليش ما عم يصير مثل ما لازم يصير. صحيح. فبحاول أنه سمع أسئلة مهمة حتى ولو ما أجاني الجواب المضبوط، فبصير يعني تركيزي على كلام الضيف بيطالع أسئلة كتير. تمام. وبنفس الوقت لها علاقة باهتماماتي الهم الكبير عن انه لازم يكون في شيء ايجابي، هدول تبعات افلاطون برجعوا للحق والخير والجمال، يعني لازم يرجعوا. من بعد فقره الصحافه بدنا نروح للوسيله اللي بتعشقيها اللي هي الاذاعه، وبدنا نسمع نشره اخبار مختصره وبدنا نعلق على كل خبر سريعا على حده. موجز أخبار ضيف شرف، أهلا بكم. رئيس الحكومة يعترف الدخل الحالي لا يكفي المواطن. افتتاح الدورة 31 من معرض الكتاب. تكريم الإعلامية هيام الحموي ضمن مهرجان عبق الياسمين. نهاية الموجز بأمان الله.
بداية بدنا نتشكر زميلتنا ديالا على نشرة ضيف شرف، ورح نبدأ بأول خبر يلي كان الدخل الحالي لا يكفي المواطن السوري. أكيد. شو تعليقك على الموضوع؟ أكيد، و يعني حالة مأساوية بدها جهابزة اقتصاد لحتى يلاقوا الحل الأنسب، لأنه مو رفع الدعم، يعني رفع الدعم ما بيكفي. هلأ هي للموظف، واللي غير موظف شو؟ يعني صحيح. قصة طويلة كتير، يعني منحل جهة ما منحل جهة تانية، بدها كتير شطارة، ما بعرف، يعني يا ريت نقدر نلاقي الحل كلياتنا سوا ونوقف التضخم، يعني انه بتزيدي من محل بيقوم وبيزيدوا التانيات التجار والمهن الحرة، وهي معقدة كتير. بس اكيد يعني اذا فينا نستفيد من حلول اوجدوها غيرنا بعد الحرب، مثل اليابان، مثل الألمان، يعني هدول مرقوا بحروب صعبة كتير كمان وقدروا ينهضوا. خلينا ما نرتجل، خلينا أثر إيجابا علينا، نشوف شلون طلعوا البقايا ونحاول نلاقي الحل اللي بيلبق لنا. صحيح. الخبر الثاني كان عن معرض الكتاب اللي كان من فترة معينة، وأكيد مثل أي حالة ثقافية كتير ناس ممكن تروح وتكون موجودة، وحضرتك عندك مشروع لكن مو كمعرض للكتاب، هو كمتحف لكن للصوت مثل ما سمعنا بالتقرير. فبدنا تحكي لنا عن هالفكرة، كيف لحتى طلعت معك، وإمتى ممكن كمان نشوفها؟ هي بلشت معرض أصوات. معرض أصوات. بعدين كبرت الفكرة وصار إنه ما يعني معرض الصوت أصلاً ما سويته. بتمنى أعمل معرض صوت لحتى الناس تستوعب الفكرة وكيف بدها تتحول لمتحف. هي أساسية كتير، لأنه على قديش بنحكي عن الأصوات وأهميتها، ومثلاً صوت بيريح، صوت بينرفز، صحيح، صوت بينعس. فكتير في شغل مهمل على هذا الموضوع. بعدين في يعني أنا كانت عندي مجموعة كتير كبيرة من الحوارات المسجلة بالبرامج، يعني إنه بس اسمع صوت نزار أباني، ولا صوت ست كوليت خوري، ولا صوت عبد السلام العجيلي، محمد المعقود، الفت الدلبي، كل حدا من نزار الفرة، كل حدا منهم بيحمل طابع المنطقة اللي خلق فيها، وكلهم سوريا، يعني بس تسمعي بتعرفي انه هذا الصوت سوري. هلا تسمعي احيانا اصوات البلدان المجاورة، الصوت العراقي بيختلف كتير عن الصوت السوري، الصوت المصري بيختلف كتير، المغربي بتحسي حتى بالغناء بيبين المطرب من أي ما دخل اللهجة، طبيعة الصوت، طبيعة الصوت. فأنا بآمن أنه إذا نشغل كتير على الأصوات، غير أنه منوثق لتاريخنا، في كتير مشاكل صحية ممكن تعالج إذا فهمنا طبيعة الأصوات وصرنا نقدر نعالجها. وقت كنتي صغيرة أستاذك الفيزياء حكى لك عن الصوت، وأنه الصوت ما بيختفي، الصوت بيروح لبعيد وبيبعد. بس إذا يوما ما لقينا تقنية معينة لحتى نقدر نرجع هاي الأصوات أو نقرب هاي الأصوات، فنحن رح نرجع نسمع صوت سقراط، صوت كتير من الأشخاص. هيام حموي، إذا بدها تسترجع أو ترجع صوت مين بتختار؟ صوت مين؟ صوت مين من القدماء؟ زنوبيا. ست هيام، آخر خبر في مرة، بس لأنه امرأة قوية بتشبه نساء عائلتي. حلو.
هي اللي حكيت لنا عنه ببداية الحلقة. كنت عم أقول إنه للخبر الثالث اللي هو تكريمك، مرة كنت عم أحضر تكريم للست منى واصف، فكانت عم تقول إنه أنا التكريم ما بيضيف لي شيء ولكن هو دغدغة للمشاعر مو أكثر. حضرتك تكرمتي بمهرجان عبق الياسمين مثل ما سمعنا بالنشرة، فشو بيعني لك التكريم اليوم وشو هو التكريم الحقيقي اللي عم تستناه يا محمود؟ ما عم استنى تكريم، عم استنى تحقيق لسه طموحات المشاريع اللي في بالي. بس التكريم مو انه ما بيضيف لي شيء، انه كتر خيرهم، بس انا بحس انه لا استحق تكريم على اداء واجب، وهذا في كتير اشخاص اللي كانوا مكرمين قالوا هذا الشيء بوجود الجرحى اللي كانوا صحيح. عم يتكرموا كمان لانه التضحية الحقيقية هن عملوها، نحنا ساوينا شغلنا، وانا فوقها مثل ما احيانا بنقال مستمتعة، ففوق متعتي كمان بدي اتكرم. ذكرتيني بشي كمان حكينا تحت الهواء. يعني عم تحكي انه انا عم بمشي بمسيرتي، انا عم بعمل شيء اللي انا بحبه، عم اقدم شيء كتير حلو، بس هو مانو تضحية. ايه مانو تضحية. ايه هلا في شغلة ابتديت اقتنع فيها، انه اذا كان بيعطي فكرة انه الاتقان والجدية بالعمل ممكن توصل لتكريم للي بيحبوا التكريم، خليه يشتغلوا. صحيح. رح ننتقل لفقرة، يعني بضمن فقرة السلطة الرابعة للتلفزيون، لشي بتخيل انك رح تنبسط كتير فيه، تعال نشوفه مع بعض. يلا. قيام 30 ثانية وبيبلش البريك. ب 7/7/2007 الساعة 7 طلعت هيام على الهواء، وبتذكر انه كان الاستوديو ملان عالم واصدقاء ومعارف، وكنا كلياتنا كثير مبسوطين بهذا اليوم بانطلاقة إذاعة جديدة اسمها شام اف ام. يمكن هيام قدمت بهي الفقرة اللي كل العالم كانوا ناطرينها، قدمت لقاء إذاعي مع فيروز بسنة الثمانينات، كانت كل العالم مدهوشة ومبسوطة بهذا اللقاء، بطريقة شغل هيام، بكيف الصوت بده يطلع صوت شام اف ام، شو بدنا نقدم بهيدي الفقرة، كلهم مبسوطين والسعادة يعني واضحة كلياتهم، إلا أنا بتذكر بهذا اليوم ما كنت شايف حدا في العالم، ولأول مرة حدا بيسرقني من فيروز، ما كنت شايف إلا صوت هيام. وبعد فترة بتكتشف إنه صوت هيام بينشاف مو بس بينسمع. قلت أنا يا رب قربني من هالست قد ما في، وإن شاء الله يعني بقدر إني أنا ألفت نظرة بطريقة شغلي. وفعلاً يبدو كانت أبواب السماء مفتوحة، والأسير قدر يوصل لي دعوتي. كان يمكن أجمل يوم بحياتي هو اليوم اللي فاتت 6 أيام من عند الأستاذ سامر، وقالت له إنه أنا هذا الشاب بدي إياه يضل معي، وأنه أنا بدي دائماً ببرامجي يكون هو مرافقني. هذا يمكن كان أسعد يوم بحياتي. علاقتي بهيام هي علاقة ما بعرف كيف وصفها، بس هي ما أنا علاقة صداقة أبداً، ولا أنا علاقة زمالة، ولا أنا علاقة اثنين مغرومين من بعض، ولا أنا علاقة مثل ما بتقول هي بحسه مثل ابني. أنا علاقتي فيها هي بتشمل كل هاي الحالات، وما قدرت لحد هلأ بعد 12 سنة عمل أني أنا أوصف هيدي العلاقة. الشغل مع هيام هو فلسفة بحد ذاتها، هي الفلسفة تنعكس حتى بحياتك الاجتماعية خارج إطار عملك. هيام تشتغل فن إذاعي مثل ما بتقول، وبالفعل يمكن قلال كثير اللي بيشتغلوا بالإعلام بيشتغلوا فن إذاعي. هي دائما بتتعلق وبتدقق كثير على التفاصيل، وهي انا وياها بهي القصه كثير مشتركين. يعني كانت دائما بتقلي انه هي التفاصيل اللي بتاخذ كثير وقت، واللي انت برايك انه هي ما انا كثير محسوسه عند المستمع، لا المستمع بيقفل هيدي التفاصيل بدون ما يعرف يترجم احساسه، بيقول لك انه انا هون في شيء احلى بكثير من هذا الشيء، بس بجوز ما بيعرف يترجم. اللي ما بيعرف يترجمه هذا هو التفاصيل، ما بتعمل شيء عبثي ابدا. يعني انا اللي بدي اقوله انه ايام بكون على الهواء وبصير عندي عطل فني، فبقول لها ايام يا ريت تضيعي وقت شوي لبين ما ادارك هذا العطل. ايام ما بتعرف تقول شو مكان، هي ضد
يعني لو بتعرفي ضد انه ينحكى شو ما كان. هي ما فيش عندها ابدا انها تتأفف منه، ما بتتعالى على اي انها تنقل اي فعاليه، انها تروح تغطي اي شيء فيه افاده للمستمع. لازم اقول انه هي بوصلتي، يعني انه انا دائما وقت اللي بيجي لانحرف هي عم بتوجهني بتعطيني الاتجاه الصحيح. ايام هي خلال 12 سنه دواما من 8 الصبح ل 8 بالليل، يمكن ما في حدا بكل شام اف ام بيداوم اكثر من هيام. هذا هلا بلش يعني تحصد نتائجه الصحيه. انا جد بتمنى تدير بال على صحتها اكثر، لانه لازم تعرفي قديش مهمه مو بس عنا نحن، هي مهمه كثير للمستمع السوري. من فتره انا شفت ضابط بالجيش العربي السوري، التقيت فيه من شي حوالي شهر بمكان يعني بمطعم، فلما عرف انه انا بشام اف ام اجى اتجه صوبي وقال لي انا لازم اقول لك شغله، انه انا كنت قائد مجموعه بداريا اثناء قبل ما تتحرر داريا. بتمنى تسلم لي على الست ايام كثير وتقلها انه وقت اللي كانت تضحك على الهواء، كل ما ضحكت ضحكه كل ما تقدمنا 10 متر باتجاه تحرير داريا. هي بحياتي يمكن ما راح انساها. وقال لي لازم تعرف انه نحن كل يوم الصبح بنفيق وبنسمع صباحاتها، لانه هي بتزودنا بهي الطاقه وبتحببنا بالوطن زياده. هيام بقي شغلي لازم اقول كيف فيروز بعالم الغناء، انت بالنسبه لنا مثل فيروز واكثر بعالم الاعلام. ديري بالك على صحتك، اذا مو مشاني مشان الناس اللي بتحبك. يعني أكيد ألف شكر للأستاذ والصديق والرائع حسام العاتكي، اللي لما عرف أنه أنت معنا اليوم حبينا أنه هو يكون ضيف هاي الفقرة ليحكي أكثر عن هيام حموي عن قرب. هذا حسام وهيام، حسام وهيام، مع تحيات حسام وهيام. شو حابة، شو النقاط اللي حابة تعلق عليها؟ أنا كتير سعيدة أنه لاقي حدا من جيله هالقد إذنه نظيفة بالسماع، ومثل ما قال بيحب التفاصيل كمان. اشتركتوا بهي النقطة، يعني أنا تفاجأت أول ما يعني أول مرة اشتغلت معه تفاجأت إنه بيسمع مثلي، يعني وقت اللي بتمرق شغلة غلط بينقص كمان. فعلى هالأساس يعني حبيت انه نتابع سوا. وخبرتي مدير الإذاعة انه انا بدي هذا الشخص يشتغل معي للآخر. ما خفتي بيوم من الأيام انه تكون نظرتك المبدئية غلط لهذا الشخص؟ طبعا هو كان بين انه نظرتك 100% صح، كان بين يعني على مر السنوات. بس يعني هلا هو بيضيف شيء للفكرة اللي بكون جايبتها، بيضيف الروح الشبابية. كملين بعضكم بطريقة معينة، يعني بيكون منحط فكرة وبعدين هيك أحلى، لا هيك أحلى. فهو بيكون عنده انفتاح أكتر على الشغلات الحديثة، وأنا عندي المخزون الأرشيف والذاكرة. فالخلطة الحمد لله يعني ناجحة لحد هلا. كل ما ضحكتي ضحكة بيتقدموا 10 أمتار بداري. مو سامعتي قبل مرة؟ لا والله. بين من ردة فعلك أنك ما أنك سامعتي. شو تعليقك على هذا الحكي؟ الله يعافي سوريا يا رب. آمين. شوف هلا شوفوا قريبا جدا. تضلك تحكي حتى تشفى سوريا بأقرب وقت ممكن. إذا كل ضحكة فيها 10 أمتار معناتها نوصل لباريس ونرجع. يا رب. آمين. هلأ آخر فقرة أكيد ضمن السلطة الرابعة هي فقرة السوشيال ميديا، يلي من خلالها حبيتي تطرحي سؤال على الناس وتاخدي برأيهم أكيد بيشوفوا الموضوع. فحضرتك سألتي عن هل لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا سلبيا أم إيجابيا في الحرب على سوريا ولماذا؟ آلاف الناس صوتت وكتير كانت في تعليقات. نسبة كانت التصويت كانت مثل ما ذكرت، يعني في أعداد كتير كبيرة من الأشخاص يلي صوتوا على الموضوع، ولكن النسبة الكبيرة كانت للدور السلبي بنسبة 82% و18% للدور الإيجابي. قبل ما نحكي عن رأي العالم بهذا الشيء،
رأيي حضرتك بالسؤال اللي طرحتيه كسؤال جدلي للناس؟ بنضم لل 82% تنضمي له، لأنه كان يفترض أنه تكون إيجابية السوشيال ميديا، استغلت من قبل أعدائنا بشكل كتير كتير سيء، وللأسف في كتير ناس انجرفوا وراها. صحيح. لقلة الوعي يمكن، أو يعني حتى بحسها مدروسة للأذى، كان مخطط له يعني، أنه بيلعبوا على وتر أنه أنا بحب بين يعني بعض الأشخاص. صحيح. أنه أنا بحب بين حالي فهمان وكذا وهيك، فلعبوا كتير عليها وأساءت لكتير شغلات. بعدين يعني أهم شيء يلاحظ أنه هي فورات، يعني بتصير القصة 3 أيام وبعدين بتهمد وهاتوا قصة جديدة. صح. ما في متابعة على شيء. مدام هيام، رح تخلص حلقتنا للأسف، يعني مر الوقت ما بعرف كيف بأي طريقة مر، والحديث جدا كنا سعيدين فيه. أنتوا خليتوني أحكي اللي بنقال واللي ما بنقال. ست هيام، آخر فقرة اسمها أنت وهيام، فبهي الفقرة نحن ما قلنا علاقة أبدا، وهلأ بنشرح لك على الموضوع، بس حبينا أنك كنت عم تذكر من شوي أنك ما بتحبي التكريم. هو نحن ما كنوع من التكريم لأنه ما في شيء بيوفيكي حقك، ولكن كنوع من أنك تتذكرينا مثل ما بيقولوا. نحن نعرف أنك بتحبي الورد البلدي، هلأك حبينا نقدم لك باقة الزنبق البلدي أكيد، والفل كمان بتحبيه، والفل وزهر الليمون. فحبينا نقدم لك هالبوكي هيك مشان تتذكرينا دائما. شكرا كتير كتير كتير، يعني غمرتوني بمحبتكم، ومن الشغلات اللي إذا صار في خط زمني بتكون كمان كتير. هذا شرف لإلنا. حلو برنامجكم. شكرا. حلو أعدادكم، أنتوا حلوين وغمرتوني جد. هلأ شلون بيقولوا سأدخل في غابة العطر. احنا دخلنا من وقت ما دخل بوكل الورد على الاستوديو، قلت يا ريت مرافقنا كل الوقت، قديشك مزوقة لحتى اخترتي هاي الريحة تكون هي من أجمل العطور بحياتك. كمان ذكرى من نينار اف ام ومن ضيف شرف لحتى تتذكرينا فيها. شكرا كتير. يعني مثل ما قال تشارل، التقدير يعني شو ما عملنا ما بنقدر نقدر الشيء اللي عملتيه، ولكن عربون صداقة وشكر لي. يعني ان شاء الله بيجي نهار بتتكرموا اكثر واكثر انتم، لانكم مجتهدين شاطرين وحلوين ومنحبكم. شكرا. تتذكروها هي طبعا. بنحبك كثير. اهلا وسهلا فيكي. انا وشارل رح نترك الاستوديو، بتركك لحالك، ترجعي يمكن تاخذي دور هلا الاعلاميه مضيفه، وتطرحي على حالك سؤال وعلى العالم كل الناس اللي عم تسمعك واللي عم تشوفك، تطرحي عليهم سؤال انت لحد اليوم ما لقيتي له اجابه، او شي حابه تقولي لحالك بتقوله لحالها هيام لما يتسكر عليا باب الغرفه وتضل ما بتطلع بالمرايه. عشان هيك انا ما قلت هاد. ممكن تختار الشيء اللي بدك اياه، هل تطرحي سؤال ام الشيء يلي وقت الكل بيطلع وبتتسكر هذا الباب بغرفه هيام بتحكي مع حالها، تختاري اللي بدك اياه. اكيد. ونحنا يعني قبل ما نغادر الاستوديو بنشكرك كثير، يعني كلمات الشكر عاجزه بالفعل، وانت استاذه كبيره وقدوه، والكلمات يمكن ما دائما بتكون مسعفه، بس مثل ما قال نزار اصمت في حرمي الجمال جماله، فما في شيء نضيفه اكيد على محبتك وتواضعك واخلاقك وكل الصفات يمكن اللي اجتمعت فيكي. شكرا كثير لك، وان شاء الله دائما وكل يوم نضل مرافقينك ومرافقتينا بصباحاتنا وبمساءاتنا، واكيد ضلي بصحتك وعطائك دائما. لك انا وتشارل مناطقنا بشان تصيري تصبحي اذا ناقصين من من سلسله الصباحات. شو لا تحت الهواء هي جزء من حمص بس انه معناتها انا ومشتين هلا رح نغادر الاستوديو ونترك ست ايام لحالها. خليك بالبيت. أنا وهيام حموي. أنا
الله. كل المحبة لها هي إذاعة نينار. شكرا إذاعة نينار. هلأ شفتي يا هيومة إنه الحمد لله ما كنت متوقعة إنه يجي هيك نهار الناس هالقد محبين. هلأ في سؤال أنا بحب أطرحه على الدنيا كلياتها، لأمتى بده يضل في عنف وأذى؟ والله الحياة حلوة كتير، استمتعوا فيها، زوقوا على حالكم بقى وانضبوا.